بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنبدأ في الوحدة الثانية من كتاب برافو. هنبدأ في الدرس الأول، وقدامنا طبعا الصورة هي وعنوان الدرس لو كليب دي فوتوغراف. لو كليب دي فوتوغراف يعني نادي المصورين. هنبدأ دلوقتي على طول عشان ما نضيعش الوقت بالأسماء المذكرة. ان بورتري، بورتري دي صورة أو لوحة فنية. صالون، صالون. أباري فوتو، أباري فوتو يعني آلة تصوير، فوتوغراف. أن أوردي، أن أوردي اختصار أورديناتير اللي هي الكمبيوتر. أن أنيمال، أنيمال حيوان. شيان، شيان يعني كلب. لك، لك يعني بحيرة. كنبي، كنبي يعني كنبة. سكارابي، سكارابي خنفسة سوداء. أن انسكت، انسكت حشره والكلمه دي مذكر. ان اربر، اربر يعني شجره. ان فوتوغراف، فوتوغراف مصور. ليفير، ليفير فصل الشتاء. لوتون، لوتون فصل الايه؟ الخريف. الاسماء المؤنثه لا فوتوغرافي، لا فوتوغرافي التصوير. لا ناتير، لا ناتير الطبيعه. لا كامباني، لا كامباني الريف. ان بلاج، ان بلاج شاطئ. ان سيري، سيري يعني سلسله. ان مينوت، ان مينوت يعني دقيقه. سيربريز، سيربريز مفاجاه. ان بلانت، ان بلانت نبات. ان جرينو واي، ان جرينو واي ضفدع. ان كوكسينيل، كوكسينيل خنفساء ملونه. ليف واي دي زاربر، ليف واي دي زاربر ورق الشجر. ان فلير، فلير يعني زهره والكلمه دي مؤنثه. ان كاميرا، كاميرا. ان فوتو، فوتو. لامير، لامير البحر. لو، لو يعني الماء. ليفر فوتوغرافي، فوتوغرافي. سو بيني، سو بيني يعوم. ناجي، ناجي. ابورتي، ابورتي يحضر. اوتيليزي، اوتيليزي يستخدم. ايماجيني، ايماجيني يتخيل. اتوندر، اتوندر ينتظر. فينير، فينير يأتي. اللي شرشي، اللي شرشي يعني يذهب للبحث. صفات ظروف حروف جر تعبيرات. سبيسيال، سبيسيال يعني خاص زود لها اي في التأنيث. ميير، ميير زود لها اي في التأنيث. كونتون، كونتون زود لها اي بمعنى مسرورة. انتريسان، انتريسان زود لها اي تبقى شيقة. بيرك، بيرك تعبير يدل على الاشمئزاز. فيليسيتاسيون، فيليسيتاسيون تانياتي. كون، كون يعني عندما، طبعا لما تبقى ده استفهام تبقى بمعنى ايه؟ متى. مينتينو، مينتينو الان. فيفوار، فيفوار اعرض لنا، فرجنا. الفي شو، الفي شو الجو حار. بلو تار، بلو تار فيما بعد. نيجي هنا على الوثيقه. الوثيقه عباره عن ولد بيقدم لنا نفسه، وفي عندنا صور على شماله كده. بيقولي بقى جومابيل، جومابيل رومان، جومابيل رومان اسمي رومان. جي سيزون، جي سيزون، جي سيزون عمري 16 سنة. طيب هنا ايه؟ جيم، جيم احب. جونيمبا لا احب. جيم احب، جونيمبا لا احب. شوف الحاجات اللي بيحبها هنا بايه؟ لا فوتوغرافي بيحب التصوير، بيحب كمان لا جغرافي، لا جغرافي يحب حاجتين تصوير والجغرافيا. طب هو مش بيحب. ليفير، ليفير فصل الشتاء. ليروج ما بيحبش اللون اللي هو الايه؟ الاحمر. الاسئله واحد. بور بروندر دي فوتو علشان يلتقط صور. روما اوتيليز بيستخدم ايه؟ اورديناتير كمبيوتر. كاميرا اباري فوتو اله تصوير. ان تابلت يبقى ناخد ان اباري فوتو. سيلون لي فوتو رومان فوتوغرافي حسب الصور اللي قدامنا اللي هم الثلاثه دول وبيصور ايه يا ترى دلوقتي؟ ساكلاس فصله، سيكوبان زملائه، سافامي اسرته، لاناتير الطبيعه طبعا بيصور الطبيعه. ثلاث رومان دي تيست بيقرا لا جغرافي لامير ليفلير ليفير هو بيقرا ايه اللي هنا؟ ليفير. يبقى ناخد هنا يا جماعة ليفير فصل الشتاء. أربعة سيغ لا فوتو نوميرو دو أون تروف الصورة التانية ده هنلاقي ضفدعة
يبقى إن مير بحر، إن جرينو وي هي ضفدعة. أما ورق الشجر دي بلير الظهور لا. أوبسيرف لي دوكومون، لاحظ الوثيقة. وي شوازي ثم اختار لابون ريبونز. لي بيرسوناج الشخصيات اللي معانا في الصورة دي، رومان ده اسم الولد، لوبير دو رومان والده، ها هنا لوي دي اللي هي لاسير دو رومان. دون لو صالون في الصالون، طبعا زي ما احنا شايفين الولد واخده وهنا ابوه بيتفرج عليه، هنا قدامهم كمبيوتر وآلة التصوير وهنا الكلب نايم على الارض وفي هنا ايه نباتات. السؤال الاول سي بيرسون سون دون، هؤلاء الاشخاص يكونوا فين؟ ان كليب في النادي، ان ميزون في المنزل، ان سينما في السينما، ان ليسي في المدرسه، طبعا هما فين؟ في المنزل. اثنين رومان اي افيك، رومان مع مين؟ سون بير اي ساسير، ابوه واخته، دي صح. اما سي بوزان جرانو، سي كامارات دو كلاس، زملائه في الفصل، سي زامي دو ليسي، اصحابه في المدرسه. ثلاثه دون لو صالون دو رومان، في الصالون بتاع رومان، اون تروف دي ماجازين اي دي رومان، مجلات وروايات، دي ماجيت مجسمات، ان بيرو اي ان اباجور، مكتب واباجوره، ان بلانت اي ان شيان، يعني نبات وكلب. دول اللي هم موجودين، هذا النبات وهذا الكلب. أربعة سيغ لا تابل اليا ان كيد دان ارتيست، يعني عدة فنان، دي فلير ظهور، اورديناتير كمبيوتر، ان تلفزيون طبعا ايه اورديناتير. لي ست بارتي دو ديالوج، اقرا هذا الجزء من الحوار ثم اختر. رومان وابوه واخته، دار حوار ما بينهم. رومان سالي سي موا، اهلا انا، انه انا. الاب قال له بونجور رومان، صباح الخير يا رومان. كلوي اخته سالي دو تي بيان، من اين تاتي؟ انت جاي منين دلوقتي؟ رومان قال لهم دو كليب فوتو، من نادي التصوير. اي جي ان سي دي، ومعايا اسطوانه افيك مي ميير فوتو، مع افضل صور دو لاني السنه دي. كلوي قالت له فيفوار، فرجنا ورينا فيفوار. رومان قال لها اتوند استني، جي في شيرشي مون اورديناتير، سوف ابحث عن الكمبيوتر، سوف ابحث عن الكمبيوتر بتاعي. الي دون ما شامبر، هو في اوضتي. رومان فيان جاي منين؟ دو كليب دي زارتيست، ولا دو كليب دي لكتير، ولا دو كليب دي فوتوغراف، من نادي المصورين. دو كليب دي استليت، اللي هي نادي اللاعبين. اثنين رومان فاشرشي، راح يدور على ايه؟ سي دي. هنا لكتير ام بي تروا، ان دي في دي، ان اورديناتير، طبعا راح يدور على الكمبيوتر. ثلاث رومان ادور فير، يعشق ايه؟ فير دي براسلي، عمل حزازات، دي ماجيت مجسمات، دي ستار رسومات، دي بوتو صور، هي دي. سيلون لو سي دي دو رومان، حسب اسطوانه رومان. اليا دي فيلم، في افلام، دي فوتو صور، هي دي. دي شانسون اغاني، العاب فيديو لا. هنا سانك مينيت بلوتار، بعد خمس دقائق دار الحوار ما بينهم وفي الصور، وخلي بالك رومان قال لهم ايه الور، اذا طبعا بيفرجهم بقى على الصور. برومير فوتو، الصوره الاولى ديز اربر ان ايتون، يعني شجر في فصل الخريف، اللي هي دي. كلوي قالت ايه؟ اوه جادور لا كولير دي فلير دي في، يعني اعشق لون الورق. رومان قال لا دوزيام فوتو، تاني صوره، ان جرينو وي ضفدعه. الاب قال له فيليسيتاسيون، تهنئاتي. رومان قال له ميرسي، تروازيام فوتو، الصوره الثالثه. هنا لوبير قال فواسي ان بورتري انتريسانت، دي صوره لانسان وشيق. كلوي قالت له سيكي، مين ده اللي في الصوره؟ رومان قال لها سي ماريو، إلي إيطاليان إيطالي، إلى بيت أروم، إلى يسكن في مدينة روما. كاتريم فوتو، رابع صورة، دون لا سيري في السلسلة، إنسك حشرات، أن سكارابي، اللي هي القنفسة السوداء. لوي بيرك، طبعا دي علامة على الاشمئزاز. جوديتي ستيليزان سيك، أنا أكره الحشرات. رومان قال إيه؟ ايه مينتينو، الان ان سربريز، في مفاجاه. كلوي قالت له ايه؟ سي تيتو، انه تيتو، دون لو لاك، في البحيره.
إلي سوبر كنتون، هو سعيد جدا. رومان قال لها إلى دور ناجي، هو يعشق السباحة. دون كوند الفيشو، لما تبقى الدنيا حر. الأب قال له إل سون تري بيان، الصور دي جميلة قوي. تيبوتو رومان، برافو برافو عليك يا رومان. رومان قال له، قال ايه؟ لوي ياك لوي، بنادى على اخته. جي ان فوتو سبيسيال بورتوا، انا معايا صوره مميزه لك. مي سي تي دي تي ستيلي زانسيكت، ولكن انت بتكره الحشرات. لوي قال له اه اني كون ليا كوكسينيل، يعني قنفذه بالالوان. ميرسي جادور، اعشقها. هنا الاسئله بقى. لا تروازيام فوتو سيتين، ها فوتو الصوره الثالثه، دي صوره ايه؟ إن بدين بيرسون شخص، أما أنيمال حيوان حشرة أربر شجرة. اتنين لا فوتوز بيسيال سي، الصورة المميزة دي هي إيه؟ كوكسينيل. لا كاتريم فوتو ايتين فوتو، الصورة الرابعة هي دي صورة إيه؟ اللي هي إيه بقى؟ إنسكت سكارابي. نشوف كده هنا سكارابي كوكسينيل، هنا كوكسينيل انسكت يبقى حشر. كلوي هنا ادور لا كولير دي فوي ديز اربر، تعشق الوان الايه؟ ورق الشجر. بنيجي على الدرس الاول، كل اللي فات ده كان درس تمهيدي. بارلي دو كليما اي دي سيزون، التحدث عن المناخ وفصول السنه. جايب لي هنا الاربعه دول صور لفصول السنه. هنبدأ دلوقتي بالأسماء المذكرة. ليتون، ليتون الطقس أو الجو. لو كليما، كليما المناخ. لو في فون، فونت، فونت دي رياح. لي سولي، سولي الشمس. أن شامب، شامب يعني حقل أو غيط. إليمون، إليمون عنصر. جاردان، جاردان حديقة، حديقة حديقة بتاع البيت يعني. ديبو، ديبوت يعني البداية. ديجري، ديجري درجة الحرارة. ليغوت، ليغوت الميول. لو برانتون، برانتون فصل الربيع. ليتي، ليتي فصل الصيف. ليفير، ليفير فصل الشتاء. لوتون، لوتون فصل الخريف. ان بيزاج، بيزاج منظر طبيعي. ان اوراج، اوراج عاصفة. لينياج، نياج سحاب او سحب. ان بونوم دو نيج، بونوم دو نيج رجل التلج. الاسماء المؤنث. ان سيزون، سيزون يعني فصل او موسم. لا نيج، لا نيج التلج. لا بلويه، بلويه المطر. لي بريم، بريم ضباب. لي تيمبيراتير، تيمبيراتير درجه الحراره. لا فان، لا فان النهايه. لا ميتيو، لا ميتيو حاله الطقس. ديزي ليمون دو لا ناتير عناصر الطبيعه. لوسيل، لوسيل السماء. ان اربر، اربر. فولكا، فولكا اللي هو البركان. ان لاك، لاك بحيره. ان فليف، فليف نهر. ان وازو، وازو عصفور. ان ايرب، ايرب عشب. ان ريفيير، ريفيير نهر او مجرى مائي صغير. ان بلاج، بلاج شاطئ. فلير، فلير زهره. لامونتاني، لامونتاني جبل. لاكامباني، لاكامباني الريف. لافوري، لافوري الغابه. لامير، لامير البحر. ليفوي دي زاربر، ليفوي دي زاربر ورق الشجر. ليفر ادميري، ادميري بريي، بريي يسطع. تومبي، تومبي يسقط. شانتي، شانتي يغني. ابريسيي، ابريسيي يستحسن. بلوفوار، بلوفوار تمطر. نيجي، نيجي تمطر تلج. سوفلي، سوفلي تهب. ديبيوتي، ديبيوتي يبدا. بروفيتي، بروفيتي يستفيد. كوفرير، كوفرير يغطي. شوازير، شوازير يختار. سي بروميني، سي بروميني يتنزل. دلوقتي هناخد صفات ظروف حروف جر تعبيرات. بو، بو يعني جميل، وياتي بعدها اسم مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن. دو، دو لطيف. فروا، فروا بارد. شو، شو حار. موفي، موفي سيء. موديري، موديري معتدل. كلير، كلير صافي. انسوليه، انسوليه بمعنى مشمس. كوفير، كوفير غائم. بلوفو، بلوفو ممطر. النيج، النيج تمطر ثلج. البلو، البلو تمطر.
ده طبعا فيرب نيجي وفيرب بلوفوار ما بيصرفوش الا بعد ضمير ايل فقط. بار 2 في كل مكان، كوند بمعنى عندما، ولما تبقى ذات استفهام تبقى بمعنى متى. فير دي فوتو، فير دي فوتو يعني يصور. فير ان فوتوغرافي، فير ان فوتوغرافي برضو يصور. بروندر ان فوتو يصور، بروندر اون فوتو برضو يصور. يبقى لنا هنا مصطلحات كتير بمعنى يصور. جوي اوزي شيك، جوي اوزي شيك بيلعب شطرنج. جوي ا دي جو فيديو، جوي ا دي جو فيديو يلعب العاب الفيديو. بنيجي بعد كده اوبسيرفي، لاحظ. لي كليما، ليزي ليمون دو لا ناتير، ليزي ليمون دو لا ناتير عناصر الطبيعه. عناصر الطبيعه عديده ومتنوعه، ومنها لوسيل، لوسيل السماء، لولاك، لولاك البحيره، لامير، لامير البحر، لابلاج، لابلاج شاطئ البحر، لا ريفيير، لا ريفيير يعني نهر او جدول صغير، لا كامبانيا، لا كامبانيا اللي هو الريف، لا مونتانيا، لا مونتانيا الجبل، لا فوري، لا فوري الغابه، ليرب، ليرب يعني عشب، ليز اربر، ليز اربر اشجار، ليز وازو، ليز وازو العصافير، ليف لير، ليف لير ودي جمع مؤنث اللي هي الزهور، لي فولكان، لي فولكان البراكين، ليف وي دي زاربر، ليف وي دي زاربر اوراق الشجر. للتعبير عن الميول نحو احد عناصر الطبيعه نستخدم الاربعه دول اسمه افعال الميول، ايمي يحب، ادوري يعشق، بريفيري يفضل، ديتستي يكره. وياتي بعدها احد عناصر الطبيعه مذوبه بادوات معرفه زي جيم لامير، جيم لامير بحب الايه البحر، جو دي تيست لي فولكان، جو دي تيست لي فولكان انا اكره البراكين. للسؤال عن عناصر الطبيعه المفضله وغير المفضله، كيل اليمون دو لا ناتير تي ايم، اي عناصر الطبيعه تحب. كيل اليمون دو لا ناتير تي نيم با، يبقى كيل زي كيل اليمون دو لا ناتير تي نيم با، ايه عناصر الطبيعه اللي انت مش بتحبها. سؤال شوازي لا بون ريبونس، رقم واحد فوري الغابة مفرد مؤنث بناخد لها ايه لا، لكن دي للمفرد المذكر، دي للجمع، دي اللي ابصرف للمفرد البادئ متحرك. جيم بوكو لا، احب كثيرا لا، عايز بعد لا هنا اي اسم مفرد مؤنث، هنا بلاش دي جمع، لاك مفرد مذكر، ريفيير اللي هو النهر، اما سيل سماء مذكر. فو بريفيري كل، ها هنا كل بياتي بعدها مفرد ايه مؤنث، يا ترى بورتري انسكت وازو فلير الوردة مفرد مؤنث، يبقى تفضل انهي ورد او انهي زهر. اربعة اون لامير، اون دي بتساوي طبعا الضمير ال، وهنا هنا عنصر من عناصر الطبيعة مذموم بلا، يبقى هنا دور نحن نعشق لامير البحر. اما فا يذهب ايه يكون هنا ناش يسبح، ما ينفعش. هنا مون فرير ام لو، عايز حاجه مفرد مذكر يبقى لوسيال سماء. مامير امي نقط لا مونتاني يبقى بريفير، لان لامير مامير بتساوي ضمير ال. نو دي تي ستون، ها فولكان، فولكان دي جامع، بناخد هنا ايه لي. طب ليه ما خدناش دي؟ لان هنا افعال الميول بياتي بعدهم ادوات معرفه على طول. ماري ادور برضو ده فيلم افعال الميول، تعشق بلاج يبقى لا بلاج الشاطئ. جي بريفير لا كامبانيا، يبقى ناخد الاولى برضو، دي كلها افعال الميول يا جماعه. الحديث عن حاله الطقس بار لي دي تون كيل في، يمكن الحديث عن حاله الطقس باستخدام الخمسه دول. اول حاجه ممكن اقول الفي زائد صفه او ظرف، الفي بو الجو جميل، الفي دو الجو لطيف، الفي موفي الجو سيء، الفي فروا الجو بارد، الفي شو الجو حار. مثال الفي شو. لي تون اي ياتي بعدها صفه مفرد مذكر، ليه؟ لان لي تون مفرد مذكر، يبقى لي تون اي بو، موفي فروا شو موديري معتدل. مثال لي تون اي فروا. لوسيل اي ياتي بعدها صفه برضو، كلير طبعا برضو صفه مذكره، بلو جري كوفير، لوسيل اي كوفير السماء غائمه. فيرب بلوفوار وفيرب نيجي ما بيتصرفوش الا مع الضمير ايل فقط، ليه؟ لان اللي بتمطر وتسقط الثلج هي السماء فقط، اقول ايل بلو
الدنيا بتشتي، النيش تسقط تلج. لاحظ هذه الأفعال تصرف مع الضمير إل. إل يا زائد أداة تجزئة زائد أي حاجة من حاجات اللي هي الإيه الطقس. يعني مثلا إل يا ها دو سولي دو فون يوجد رياح، دو لابلويي مطر، دو لوراج عاصفة، دي نياج سحب، دي بريم ضباب. إل يا دو سولي يوجد شمس، إن يا با دو سولي. بنلاحظ طبعا إن أدوات التجزئة تحول إلى دي إي أو دي أبوستروف بعد الفعل المنفي. شوازي اونيتي لو سييل سماء اي تكون زرقاء، لي طون ناخد فيرب اتر اي تري بو. تلات اجوردوي ان يابا بياتي بعدها يا دي اي دي ابوستروف، يبقى ناخد دو ليه لان هنا في نفي. اونيفير اليا ها نيج، يبقى اليا دو لا نيج تلج. لو سييل اي كلير سماء صافيه، إل نقط موفي يبقى إل في موفي. سبعة إيه فروا، ممكن أقول كده إيه ها أقول لي طون إيه فرواد، الجو يكون بارد. ما قلش لو سولي الشمس ولا إليا ولا إل في. أون إيفير إل بلو في الشتاء الدنيا بتشتي، لي طون إيه نقط أون إيفير بيبقى عامل إيه في الشتاء بلو فو ممطر. إليا بلويي يبقى دولا بلويي. أجوردوي إل نيج تمطر تلج في كل مكان. رومبلاس ليبوان استبدل النقاط ب إليا يوجد الفي أه إيه إن يابا. نخلي بالنا كلمة إليا بيأتي بعدها أدوات تجزئة، إن يابا بيأتي بعدها يا دي إيه يا دي أبوستروف. فهنا رقم واحد أون إيه أون إيفير إحنا في الشتاء، هنا دو يبقى إن يابا دو بلويي أون إيتي لا يوجد أمطار في الصيف. ثلاثة هنا دو يبقى عايز إليا، إليا دو سولي. هنا بو يبقى الفي بو جو جميل. هنا رقم خمسة هنا ديز أوراج يبقى إليا. هنا موفي أون أوتون الفي موفي جو سيء. سبعة هنا دي يبقى إليا دي نياج أون إيفير. لو سييل بناخد فيرب إتر إي بلو أو برانتون. رقم تسعة هنا نقط ويدو يبقى إن يابا دو فون أون إيتي. هنا فيروا يبقى الفي فيرواد أون إيفير. أو برانتون الفي دو الجو لطيف، لي طون إي موفي طقس سيء. نيجي على لي سيزون دو لاني فصول السنة. عندنا السنة معروف إن فيها أربع فصول، وجايب لي هنا أربع صور لكل فصل. لو برانتون فصل الربيع بيبدأ من 21 مارس ل 21/3 او فان جويا جوان لحد 20/6. ده لازم نعرف بداية ونهاية الايه الفصل يا جماعة. يبقى فصل الربيع بيبدأ من يوم 21 مارس اللي هو يوم عيد الأم، وينتهي ب 20 جوان اللي هو شهر 6. في عندي أمثلة. او برانتون في الربيع، الفيبو جو بيبقى جميل، لوسييل إكلير السماء صافية، إليا دي فلير يوجد زهور، ليز أربر سون فير الأشجار خضراء. بنيجي بعد كده فصل الصيف بيبدأ من يوم 21/6 أو فان سبتمبر إلى 20 سبتمبر اللي هو 20/9 أول دخول المدارس. هنا أون إيتي الفيشو في الصيف الجو حار، لوسييل إبلو سماء زرقاء، اليادو سولي يوجد شمس، لو سولي اي روج شمس حمراء. نيجي على فصل الخريف بيبدا يوم 21/9 سبتمبر يعني الى فان ديسمبر اللي هو شهر كام 12 يعني 20 ايه 12. وناخد جمل على الخريف اون اوتون الفي موفي في الخريف الجو سيء، لو سييل ايكوفير السماء غائمه، اليادي فون يوجد رياح، ليف وي دي زاربر ورق الشجر سون مارون بيبقى لونه بني. فصل الشتاء بيبدأ من 21/12 إلى 20 مارس اللي هو 3 أون إيفير الفيفروا في الشتاء الجو برد، لوسييل إجريس سماء رمادية، إليا دو لانيج يوجد جليد، لي مونتاني سون أون بلان الجبال تكون مكسوة باللون الأبيض.
ملاحظات: في حالة استخدام حرف جر قبل فصول السنة يسبق الربيع بأو وباقي الفصول بأن. ليه؟ هنشوف دلوقتي. لأن كل الفصول بادئة بحرف متحرك، أما أون بيأتي اللي هي أون أوتون، هنا أون أوتون بتبدأ بحرف متحرك، أما أو كله بيبدأ بحرف إيه؟ ساكن، زي ما نشوف دلوقتي في اللي جاي. هنا تسبق فصول السنة بأداة التعريف في الحالات الآتية: عندما نستخدم فعل يدل على الاستحسان أو الميول، زي أدوري، إيمي، بريفيري، نيبا إيمي، ديتستي. جي بريفير ليتي، جو نيمبا لوتون. عند الحديث عن بداية ونهايات الفصول أقول له برانتون كومونس لو 21 مارس إي سو ترمين لو 20 جوان. استخدم حرف جر أون. عند الحديث عن اللون السائد زي لون الجبل كده، ماشي، وخلي بالنا ويليه اللون مفرد مذكر دائما، اون ايفيرلي مونتاني سون اون بلان، تكون مكسوه باللون الايه؟ الابيض. كل فصول السنه، كل فصل من فصول السنه يتميز عن عناصر الطبيعه بلون معين. عندنا مثلا الاورانج، اللون اللي هي البرتقالي، البرتقالي ايه؟ لا لو جون والاصفر، سي ليزار بار اون اوتون، بيبقى لون الورق في الخريف. لو بلان الابيض، سي لا نيج اون ايفير، الثلج في الشتاء. لو جرين رمادي، سي لو سييل اون ايفير، بيبقى لون السماء في الشتاء. لو فير اللون الاخضر، سي لي زاربر او برانتون، بيبقى لون الاشجار في الربيع. لو فيو لي بنفسجي، سي لو فلير، لون الورد او برانتون في الربيع. لو روج، سي لو سولي اون اوتي، بيبقى لون الشمس في الصيف، اون فان دابر ميدي بعد الظهر. لو بلو اللون الازرق، سي لو سييل اون ايتي، لون السماء في فصل الايه؟ الصيف. هنا بقول لك ايه؟ لي دات اي اكري لا سيزون كوريسبوندون، يعني اقرا التاريخ وشوف الفصل المناسب لكل تاريخ. هنا لو سي اكتوبر، يوم 6 اكتوبر، نو سون اون اوتون، بنبقى في فصل الايه؟ الخريف. لو دي ماي، نو سوم او برانتون، احنا يوم 10 مايو بنبقى في فصل الايه؟ الربيع. ليه؟ لان فصل الربيع بيبدا يوم 21/3، فبيتنوا بقى 3 و4 و5 اللي هو شهر ايه؟ مايو. لو ترونت مارس، 30 مارس، نو سوم او برانتون، برضه في الربيع. ليه؟ لان بدايتنا 21 مارس. 25 اكتوبر، نو سوم اون اوتون، بنبقى في الخريف. ليه؟ لان فصل الخريف بيبدا 21/9 اللي هو سبتمبر يعني. لو ترونت سبتمبر، نو سوم اون اوتون، لان شهر سبتمبر شهر 9، الخريف ايه؟ بيبدا 21. لو فان سبتمبر، نو سون اون ايتي، بيبقى اخر يوم في الصيف. لو ويجويي، 8 يوليو، طبعا نو سون اون ايتي. ليه؟ لان الصيف بيبدا بشهر يونيو ويوليو واغسطس. 28 ديسمبر، نو سون اون ايفير، ديسمبر هو شهر 12، لان الشتاء بيبدا يوم 22/12. لو ويت فيفريي، 8 فبراير، نو سون اون ايفير، بيبقى في الشتاء. لو 15 جانفيي، نو سوم برضو اون ايفير، في الشتاء. لو 26 ابريل، اللي هو شهر 4، نو سوم او برانتو، بيبقى في الربيع. شوازي رقم 1، سي لا سيزون دو لا نيج، فصل الجليد، طبعا هو فصل الشتاء. كومونس لو 21 جوان، ده فصل الايه؟ الصيف، يبدا 21/6. لي فلير، الزهور، سوم بارتو، في كل مكان، في فصل الربيع. 4 سو ترمين لو 20 ديسمبر، بينتهي 20/12 اللي هو الخريف. لو سولي، الشمس، اي روج، بيبقى لونها احمر، ان فان دابري ميدي، طبعا بيبقى في فصل الصيف، اون ايتي. لي زاربر، سون فير، الشجر بيبقى لونه اخضر في الربيع. الفي تري شو، جو حر جدا، اون ايتي في الصيف. رقم 8 لو سييل اي جري اي النيج، سماء لونها رمادي ويبقى في تلج، يبقى اون ايه؟ ايفير. بنلاحظ يا جماعه الفصول، اون ايتي بدا بحرف متحرك، اون ايفير بدا بحرف متحرك، اون اوتون بدا بحرف متحرك، ولذلك واخده اون قبلها. اما الربيع بادئ بحرف ساكن واخد او قبله. شوازي لا بون ريبونس، الايه؟ الاكتيفيتي 3. اوبرانتون في الربيع، لي فلير، سون اون، ها، فيولي، طبعا بعد اون بياتي لون مفرد مذكر سائد.
اونيفير لوسييل ايه في الشتاء السماء بتبقى ايه، بلو ولا جري ولا فير ولا جري ولا روج؟ يبقى جري. اون اوتون في الخريف ليز اربر سون ها جون اصفر، فير اخضر، بلو ازرق، بلان ابيض، يبقى جون. الورق بيصفر وبيقع. في الربيع ليرب ايه بلانش، العشب يا ابيض برتقالي، جون اصفر، فيرت اخضر. اون ايتي لو سييل ايه نقط انفان دابريميدي، في الصيف السماء بيبقى ايه في ليلة الظهيرة، يبقى روج. اون ايفير في الشتاء لي مونتاني سون ها الجبال بتبقى سون ايه فيوليتا، لا هناخد بلانش، ده في الشتاء الجبال بيبقى كلها لونها ايه ابيض. لانتروجاسيون الاستفهام، عندنا مجموعه ادوات استفهام منها كل 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 كل، النطق واحد ولكن كل ياتي بعدها مفرد مذكر، كل بياتي بعدها اسم مفرد مؤنث، كل بياتي بعدها جمع مذكر، كل بياتي بعدها جمع ايه مؤنث، وكل ده بمعنى ما او اي. عندنا كل تون الطقس مفرد مذكر، خدنا كل تون الفي، الفي كل تون ممكن تيجي في الاخر الاجابه الفي بو جو جميل. طب هنا كل فاتنين اللي ايه ياتي بعدها مفرد مؤنث، سيزون تي بريفير، تي بريفير كل سيزو، يبقى الاداه في الاول او الاخر، جي بريفير لي تي. كل اللي فيها ال واحده دي ياتي بعدها جمع مذكر زي كل اليمون دولا ناتير تي ام، تي ام كل اليمون دولا ناتير. نفس السؤال جيم لي فلير اي ليز وازو، بحب الزهور والعصافير. كل كولير تي بريفير او تي بريفير كل كولير، مش فارقه الاداه في الاول ممكن دي في الاخر، جي بريفير لورانج البلو. الاداء اللي بعد كده كو او كسك، والاثنين بمعنى ما او ماذا، ويسالوا عن مفعول به مباشر غير عقل. كو فوتوغراف تي بتصور ايه، كسك تي فوتوغراف ماذا تصور، تي فوتوغراف كوا. بنلاحظ ان الاثنين دول يحولوا الى كوا في اخر السؤال، الاجابه جي فوتوغراف اي لامير. استخدم كلمه الاستفهام كوا بدلا من كو او كسك غالبا في نهايه السؤال او في الوسط. بوركوا لماذا، وتسأل عن السبب. بوركوا تي فا على بيسين، لماذا تذهب إلى حمام السباحة. تي فا على بيسين بوركوا، يعني الأداة ممكن في الأول أو في الآخر. بعد كده عند الإجابة بقول بارسكو أو كار أو بور زائد مصدر، الاتنين دول بمعنى لأن، ويأتي بعدها جملة كاملة. جي في على بيسين بارسكو جيم ناجي، بروح البيسين لان انا احب السباحه. جي في على بيسين بور ناجي، اذهب الى حمام السباحه لكي اسبح. فعندنا هنا ايه بور زائد المصدر. هنا مجموعه شوازي على ادوات الاستفهام، سيزون مفرد مؤنث ناخد لها كل. اثنين تي فا على مونتاني، اقول ايه بوركوا لماذا تذهب الى الجبل. تي ام يبقى كيسك تي ام تحب ايه. أربعة إليمون جمع مذكر، ناخد لها رقم سي، أي عناصر الطبيعة بتحب تصور. تون هنا مفرد مذكر، خد لها كل، تون فيتيل، أون فرانس، أون إيفير. كولير دي جمع مؤنث، بناخد لها الأخيرة. كل كولير بريفير تي. أون إي تي تي في كوا، دايماً تيجي في الآخر أو في وسط السؤال. بعد كده النشاط الثاني، فو فيت أون إي تي، يبقى كاسك، ماذا تعمل في الصيف؟ اثنين فوتو بريفير تي، الصورة مفرد مؤنث، خد لها كل. اليا على مونتاني، اجيب كسك اليا، ماذا تفعل في الجبل؟ جور مفرد مذكر، خد لها رقم سي، كل جور تي نابا انجلي. هنا تي اشيت ان اباري فوتو، عايز اقول لماذا؟ بتشتري آلة تصوير. الفا على بلاج، يبقى بوركوا، لماذا ويذهب إلى الشاطئ؟ تي اوتوليز كوا، تستخدم ايه عشان تصور بيه. ال شيرش على فوري، يبقى كيسك ال شيرش، ماذا يبحث في الغابه. صفحه التواصل بور دي موندي يدير لي تون، للحديث عن الطقس. كل تون ال في او برانتو، ما حاله الطقس في الربيع؟ الفي بو جو جميل. حديث عن الفصل المفضل، كل سيزون بريفيرتي، اي فصل تفضل؟ جيم لي تي، بحب الصيف. سي لا سيزون دي فاكانس، ده فصل الاجازه. حديث عن الميول،
كلي تا باسيون، هوايتك ايه؟ ما باسيون سي فوتوغرافي لا ناتير، هوايتي تصوير الطبيعه. كيل اليمو اي العناصر دو لا ناتير تي ايم، عناصر الطبيعه بتحب. جيم لي فلير اي لي زوازو، بحب الزهور والعصافير. كيل اليمو دو لا ناتير تي نيمبا، اي عناصر الطبيعه مش بتحب. جو نيمبا لي فولكان، بحبش البراكين. حديث عن الانشطه التي تقوم بها حسب الطقس. كيسكي تي في كون دي الفيبو، تعمل ايه لما يبقى الجو جميل؟ جي في دو فيلو، بركب دراجه. دون لا فوري في الغابه. في عندي مجموعه من الايميلات، صلي نزلها. لا فوتوغرافي سي تا باسيون، تصوير هوايتك. كيسكي تي اوتوليز بور فوتوغرافي، استخدم ايه تصور بيه؟ جي اوتوليز ان اباري فوتو، استخدم اله تصوير. تي ام فوتوغرافي كوا، تحب تصور ايه؟ جيم فوتوغرافي لا مير اي لو سييل، بحب اصور البحر والسماء. اوريفوار. بونجور. تي ام فوتوغرافي لا ناتير، تحب تصور الطبيعه. كيل اليمون دو لا ناتير تي ام، اي عنصر من الطبيعه تحب؟ الاجابه جيم ليز اربر، بحب الشجر. كيل اليمون دو لا ناتير، اي عنصر في الطبيعه تونين با مش بتحب؟ جونين با لي فولكان، لا احب البراكين. اوريفوار. سالي. اليا كاتر سيزون دون لاني، يوجد اربع فصول في السنه. كيل سيزون تي بريفير، اي فصل انت تفضل؟ جي بريفير لي تي، افضل الصيف. اي كوند كومونس سيت سيزون، ومتى يبدا هذا الفصل؟ لي تي كومونس لو 21 جوان، يبدا 21 يونيو. ابلس. سالي. لي تي سي لا سيزون دي فاكانس، الصيف هو فصل الاجازه. كيل تون فيتيل اون اي تي، ما حاله الطقس في الصيف؟ الفي شو، جو حار. كيسكي تي في بين دانسيت سيزون، بتعمل ايه في الفصل ده؟ جي في على مير، اذهب للبحر. ابلوس. سجل المواضيع، ديكري لي تون اون ايجيبت بين دان لي كاتر سيزون، اوصف الطقس في مصر في الفصول الاربعه اللي هو الفصل والطقس. اون اي تي في الصيف، الفي شو، اي لو سييل اي بلو، والسماء زرقاء. اون ايفير في الشتاء، الفي فروا، الجو بارد، اي البلو وتمطر. ان اوتون في الخريف، الفي موفي، الجو سيء، اي اليا دي فون، يوجد رياح. او برانتو في الربيع، الفي بو، جو جميل، اي لو سييل اي كلير، والسماء صافيه. هنا اكري سور تيز اكتيفيتي من دان لي كاتري سيزون، اكتب على الانشطه في الفصول الاربعه بتاعتك. في الصيف اون اي تي الفي شو، اون فا على بلاج، نذهب للشاطئ. اون ايفير في الشتاء، البلو بتشتي. اون في ان بونوم دو نيج، بنعمل رجل التلج. اون اوتوم في الخريف، الفي موفي، الجو سيء. اون جو اوزي شيك دون لو صالون، بتلعب شطرنج في الصالون. في الربيع او برانتون، الفي بو، جو جميل. اون سي برومين دون لو بار، نتنزه في الايه الحديقه او المنتزه او الحديقه العامه. وبكده اعزائي طلبه وطالبات الصف الاول الصف الثاني الثانوي، كده انتهينا من فيديو النهارده، وهو عباره عن شرح الجزء الاول من الدرس الاولاني من الوحده الثانيه. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساش الاشتراك في القناه وادعمها بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.